معنا من مكة المكرمة نائب مدير الاتحاد الروهينجي عبد الله معروف، أهلا بك معنا سيد عبد الله. برأيك هل هناك خطط من جانب الأمم المتحدة للاستجابة لمطالب الروهينجا، وما الذي يؤخر تنفيذها حتى الآن؟ نعم، حقيقة هذه المطالب قد تكررت كثيرا من الروهينجيين أنفسهم، ولا سيما بعد صدور توصيات مجلس الأمن التي تدعو حكومة ميانمار إلى إعادة حق المواطنة التي انتزعت من الروهينجيا. مجلس الأمن حقيقة في العام الماضي في 2017 يعني عقدوا أكثر من 7 مجالس وخرجوا بتوصيات عديدة جدا لصالح القضية الروهينجية. القضية من ناحية الأعراف الدولية والقانونية مستوية تماما وصدرت التوصيات، باقي يتطلب الموضوع إلى إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يدين ميانمار بالتطهير العرقي. حقيقة الجهود المترامية خاصة في هذه الفترة من مجلس الأمن هي جهود تعتبر خطوة نحو الأمام، نعم، ومن خلال الزيارات التي قامت بها الميدانية في مخيمات اللاجئين البنغلاديشيين ولا سيما في مخيم كوتوفلاغو ومخيم بالوخالي وغيرها خاصة في كوكس بزار، والالتقاء خاصة بالأطفال الذين يعدون 55% من النازحين الذين نزحوا حاليا إلى بنغلاديش البالغ عددهم قرابة 800 ألف نسمة، فهم يعيشون في وضع مأساوي خاصة مع مواسم الأمطار والانهيارات الطينية التي تطالهم في قراهم في أماكن لجوئهم خاصة في بنغلاديش. فالوضع هناك يعني يُنذر بمأساة إنسانية وكارثة إنسانية كبرى خاصة مع ندرة المياه ومواسم الفيضانات تزيد المأساة عليهم أكثر من أول. وضع الأطفال جدا مجري كما رأينا في التقارير ورأينا في المقابلات التي قامت بها الوفد في زيارتهم في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. نحن حقيقة نتطلع أثناء زيارتهم إلى منطقة أركان، نتطلع ومن مجلس الأمن والوفد الزائر أن يوصلون إلى القرى التي نزحوا منها الروهينجيين والتي احترقت بكاملها وتم تهجيرهم بتهجير قسري واعتقالات طالت الكثير من الشباب وهم الآن الموجودين في سجون بوسودونغ وراسيدونغ. نعم، نتمنى حقيقة أن تكون لهم وقفات جادة نحو الأمام لحل أزمتهم عاجلا. نعم، سيد عبد الله، هل ترى أي تغيير في لهجة حكومة ميانمار بعد الضغوط الدولية التي كانت عليها خلال الشهر أو الشهرين الماضيين؟ والله في الحقيقة حكومة ميانمار ما زالت متعنتة أمام جميع التوصيات والقرارات الصادرة، يعني رفضها لاستقبال وفد مجلس الأمن لـ3 مرات ورضوخهم في المرة الرابعة، ليست هناك حقيقة في أرض الميدان أي تغيير. الحكومة متعنتة تماما، لا تريد أن تعترف بالروهينجيين الذين انتزعت منهم المواطنة في عام 82، لا تريد أبدا أن تحقق حق العودة التي تم التوقيع الاتفاقية عليها بين بنغلاديش وميانمار ووفق الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. لا تريد الاعتراف بالروهينجيين وأماكن تواجدهم، فهم يريدون العودة أن تكون في مخيمات مشبوكة بالشباك مثل مخيمات اللاجئين، ولا يرغبون في عودتهم إلى مناطقهم. قبل أيام ربما شاهد الجميع السكرات العسكرية التي تقوم بها حكومة ميانمار في القرى التي تم تهجير روهينجيا منها، بغية إزاحة الروهينجيين أكثر من هذه المناطق. الموجودين حاليا في بعض القرى محاصرين تماما وهم يعني يرزقون تحت وطأة الفقر وقلة الماء وقلة المعونة والغذاء والتهجير. نحن رأينا يعني كيف يأتون إلى قوارب الموت عبر قوارب هي معدة للصيد ونسل السفر، وكل ذلك بغية منهم أن يهاجروا ويفروا يعني بأرواحهم يعني من القتل الذي يطالب كل يوم. نعم، السيد عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من مكة المكرمة، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة.